أكلة اللمة والحبايب والعزومات، أول أكلة فلسطينية اتعلمتها. أول حاجة بنسلق الفرخة ونصفيها من الشرب، نبتدي بقى نقلي القرنبيط والبطاطس وبتنجانة متقطعة طويل والباقي متقطع دوائر، ونقلي آخر حاجة الفراخ. عندنا بقى رز بسمتي منقوع ومغسول، هنضيف عليه البهارات والملح وكبشتين من الشوربة ونقلبهم كويس، ونبتدي بقى نطبق الطبخة. أنا برص حلقات بصل وفوقيها البتنجانة المتقطعة بالطول، وبعدين الفراخ ويكون وشها لتحت، فوقيهم شرايح الطماطم والفلفل الأخضر، ودول لزوم التحريش كده في الطعم. نوزع بقى أول معلقة رز ونملى الفراغات اللي بين الفراخ، وبعدين القرنبيط، وفوقيه معلقة رز تانية، وبعدين البطاطس والبتنجان، وفوقيهم بقية كمية الرز. هنسقي بقى بالشوربة، وطبعا لو كانت بردت نسخنها تاني علشان تغلي بسرعة والرز ما يعجنش معانا، وكمية الشوربة تكون أعلى شوية من الرز بعقلتين صباع زي ما انتوا شايفين. نرفع الحلة على نار عالية، وبعد ما تغلي نخلي النار شمعة، ولما الرز يستوي نطفي النار ونسيب الحلة متغطية ربع ساعة تقريبا قبل التقديم. ونيجي بقى لأحلى لحظة، وهي قلب المقلوبة، اللحظة اللي كله بيتلم عشان يشوفها. يا سلام، شايفين الجمال ما شاء الله. بنزينها بالمكسرات والبقدونس وبناكلها مع زبادي، يعني أكلة متكاملة من كل حاجة. اعملوها واعزموا حبايبكم، لأن الأكلة دي بتحب اللمة، ويا رب تنصر أهل فلسطين وتحميهم، اللي مش بس اتعلمنا منهم أكلات حلوة، لا اتعلمنا منهم الإيمان والصبر وعزة النفس والكرامة.